أعزائنا الإخبارية، نرحب اليوم معنا نتيجة الحلقة الجديدة من حلقات برنامج نداء. برنامج نداء أنت اللي جنتوا نازميت مرة وي يحتاجنا دي الصوت صوت النص دي فقره من النص أكيدان إذا غيخزان دي الفيديو يا وانيتا دي الحلقة يا النهارة ربما قنبان اتجاه غا قارسيف ما حند من الصوت دي الوضعية نجن الأسرة دي النية جمعية الريف لمساعدة الأطفال بألمانيا جمعية يثني تتي تجنيج مجهود ضم قران ما حند الزراعة يجن ابتسامة ما حند تعاوني وذان دي المناطق النائية خاصة ومن حالاتي كم سرقان ذي قارسيف يجن الحالة نجن الأسرة تعانى وغاسن بومسكن لائق وربما الفيديو إذا مدغن تساعدو زي عين المكان أضم دي السيوض الصوت من الأسرة يا. لذا نتمنى إن شاء الله مش نختو عاد مربدا أنه أتعاون جمعية الريف لمساعدة الأطفال بألمانيا ما حند العون الأسرة يا ثاني تاتيغ أثني كنج السكن لائق ربما لس نبنى نشان تداث النغنيت وكني وجغ أك الفيديو شحال ودي ساكن هنايا؟ دابا هذه 15 عام 15 عام واه شحال موليدات عندك؟ ثلاثة واه والزوج ديالك باقي عايش ولا؟ لا توفى الله يرحمه ويسكن ودابا انت بالنسبة لهذ السكنة هذي بالنسبة لليامة ديال الشتا كي تتكوني هنايا؟ إيوا صفرا وها واش غادي ندير؟ تكرفسي بزاف تطريت واه تكرفيش لبدا راني وبالنسبة للمعيشة شكون اللي تعاونوكم؟ الريف الله يكثر خيرهم دوك العمر واه جمعية الريف واه الله يكثر واه يعاونك مزيان كل مرة واه الله يكثر الريف واه الله يكثر خيرهم جمعية الريف شنو طالبة منهم شنو طالبة منهم؟ تمنيتهم إن شاء الله يبنيو لي شي دار إن شاء الله في شي بلاصة إن شاء الله هاد البلاصة جات لك شوية صعيبة واه قاصحة وبعيدة على المدينة بزاف واه خير ربي بعيدة شحال بعيدة على كاع المدينة ما عرفت دابا والدار ديالك تيقراو تمشيو للمدرسة؟ واه كيقراو مزيان واه وبالنسبة للماء هنايا عندك شي ماء؟ الماء بعيد بعيد تجي تسقيبي على في يديك واه جو سوا على الطريق هو هذا كلشي يا سيدي هو هذاك يا سيدي ما عندي بيت واحد صح كم ما شفت ورا ما كان غدا دي النواحي مزقيتان دي النواحي نقرسيف نصدغ العائلة يا ان تعاون زي المدة عامين قت ورا مش ذات عيش العائله يعني لا حول ولا قوه الا بالله الاخت تعاونت تسد الشهريه نس ديما احنا جان كون غا مدرسه ما شاء الله الحمد لله نسدنا فيه نروح نغال المدرسه نشين ما نغانغ بروجيكت نغيتي كون ان شاء الله هتنعاون نس نازوج انت الدار دي قرسيف باش احنا جان نروح نتمن الدراسه هذا اغاش تريج المعيشه بعدا
متوسطه باش يحن جانا المغان ان شاء الله تجي للبيئه لعل وعسى خاصني حن سي دار بنت ترزونا الاخوان اذا نتعاون باش بروجيا هذه مغاره سنرزو جنت دارتي ذي المستوى ان شاء الله. والسلام عليكم. نتواجدوا الان في نواحي مزقيتان اقليم تازه. جينا عند العائله اللي كان عندها الكفاله معنا هذه مده سنتين. الصور كيدل لنا على كل شيء. كتشوفوا العائله كيف عايشه هنايا يعني في واحد المحنه ما فيها ما يتصور الاخوان. راهم كل شيء حزينين اللي جاوا معنا من المانيا من مده الجامعيه يعني القلوب صافي اخذات الاخر ديالها. والاخت اللي هنايا اللي عندها ثلاثه الدراري بغات ترحل ان شاء الله للقرسيف لان هنايا ما الظروف ما ساعدتهاش تكمل العيشه هنايا. والجمعيه ان شاء الله غادي تساعدها وغادي ناخذوا لها مكان للسكن ان شاء الله. وكنطلبوا من الاخوان ديالنا من المحسنين من المنخرطين ديالنا يساعدونا باش يكون داك السكن ان شاء الله لائق اللي غادي ناخذوها ويكون عندنا مبلغ اللي ان شاء الله ناخذوا به. داك الانز هي ان مزقيتهم باي قرسيف باي انزغ باتين دي فيا زايت فاست 2 يارو unterstützen. Wie ihr seht, die lebt hier unter der Armutsgrenze. Wieder eine gescheite Wohnung, wo sie hier leben kann. Im Winter ist es richtig katastrophal. Wir vom RIF haben vor, die Frau zu unterstützen. Und wir werden sie auch inshallah unterstützen. Möge Allah uns dabei helfen, dass wir ihr bei Girsif eine gescheite Wohnung suchen und dass die auch nach Girsif umzieht, dass die Kinder dort auch die Schule weiterverfolgen und dass sie ein einständiges Leben auch führen kann. Assalamu alaikum. Wir bitten unsere Mitglieder auch, uns dabei zu unterstützen, dass die Einnahmen auch groß sind und auch deswegen auch eine gescheite Wohnung zu finden ist bei den Preisen, die momentan in Marokko sind. Wir danken euch sehr. يعني المسالك طا ابريد يقصح في اسوا الطاس وممشنير انه جمعيه الريف للاطفال في المانيا تجي الدور ضم قران ما حند اتفك العزله في العائلات شنو فينا وشنو العائله يا ثاني تاتي تكلف زي في الجمعيه يا ثاني تاتي وتكلف زي تعاون نص في الدراسه نصن ولكن في الزور انت التعاون ما حند اتحاول ان شاء الله حتى فيش انت الدافع من غنيت ني غتبع زق مشاني غتتقارب شويه غايج مشاني اللي جاي يودان ما مش تزريم من الحاله ان انت الدافع يعني ربني ذا قديم المهم تسونا جناد كلشي يعني يفتقرون الى ابسط الامور من الحياه. لذا نتمنى مارو غيزان فيديو يا وني تاتير هذه عاون جمعيه الريف لمساعده الاطفال بالمانيا ما حند اتصوفن الصوت من الاسره يا ثاني تاتير وما حند اتصوفن زي الحالة إذا جاء وماروني غجر رغبة أذي عاون الأسرة يثني تاتير وني مش نقارب دوني زمان ستمنية وني وين زمان قاع على الأقل أذي بارتجا فيديو يا ونيتا ما حند أذي يوض غي وذان مارا وماروني خسنا لي عاون جمعية الريف لمساعدة الأطفال في ألمانيا ما حد ذي صفوغ الأسرة يزي الوضعية ثانية نسعدو يوم تودي الحساب من الجمعية ثانية تاتير وربدا مش ضغط وعاد من ربدت بدا من غضيف السنة نوم ونتمنى من ربي سبحانه وتعالى مارا من ياتنا على الميزان الحسنة النور ونشكاس وطس الجمعية الريف للأطفال لمساعدة الأطفال بألمانيا في المجهودات يتخذ زما يتخذ من لقيجن الصمت وخزني تسري حد ولكن تقنيج العمل ضم قرن. نتمنى من ربي سبحانه وتعالى الزي سنت يقبر وزي السغن مسلقا إن شاء الله قيجن النداء النغنيت قاوم سيسمينو الحافظ الله وسيس محمد الزبتي. السلام عليكم.